وانت اللي طلعك من الاوضه؟ زهقت يا سين، طلعت بره ولقيت ام ساميه بتفطر، وقالت لي افطر معاها، وانا كنت جعانه ما افطرش. يلا اطلع على الاوضه يلا. في ايه يا اخويا؟ البت بتفطر. بص يا عم خليني اكل. اطلع على الاوضه. ممكن بعد اذنك ما تجيش جنب البت تاني؟ يعني انا غلطانه؟ وبعدين مالك متعصب قوي كده ليه؟ ده حتى عم خليل بيقولوا عليك انك راجل محترم وذوق، امال في ايه؟ بقول لك يا ست انت، لو جيتي جنب البنت ده مش هيحصل كويس، انت فاهمه ولا لا؟ بقول لك ايه يا دكتور ياسين؟ ما تقوليش يا ست انت تاني، انا اسمي ساميه، ساميه حلويات. عصبي بس موز مصر. اديت البت لابوها يا هبله؟ ما خفتيش عليها يا ام عقل طائق؟ هخاف عليها من مين يا عمي؟ من ابوها؟ ده ابوها يعني عمره ما هيأذيها. حد عارف حاجه دلوقتي؟ الزمن اللي احنا عايشين فيه ده يا بنتي مبقاش فيه حاجه مضمونه. يلا 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 قومي لمي هدومك علشان نرجع البيت. لا يا عمي، انا هفضل قاعده هنا كام يوم، وبعدين بصراحة كده أنا خايفة من فاروق. يا بنت فاروق طيب، هي بس الهبة اللي بتجيله دي كل شوية، وبعدين بيروق تاني. خلاص سيبني يومين كده لحد ما يهدى. ماشي، اللي تشوفيه يا جمال. بقولك يا عم، والنبي ما تقولوش على مكان. حاضر. هلا بالحق. هو أنت بتتصلي بياسين إزاي؟ لا أنا مش بتصل بياسين، هو كان قايل لي إن هو اللي هيكلمني، بس أنا تليفوني مع فاروق. يا نادي الليلة السودا. خير يا فاروق؟ طلبت تقابلني ليه؟ وأنت لسه حاطط عينك على الأرض اللي في طريق مصر اسكندرية الصحراوي ولا صرفت نظر؟ لا صرفت نظر إيه؟ ده أنا لسه من وقت قريب كنت بحاول مع الحاج عشان حتة الأرض دي. طب واللي خلصها لك وأقل من سعر السوق 2000 جنيه للمتر؟ يا سلام، انا جاهز. شوف انت جاهز امتى ونمضي العقود. لا عقود ايه، مش في السريع كده، انت عارف بقى ورق الميراث ونقل الملكيه بياخدوا وقت، بس انا كلمتي عقد، طالما قلت بتاعتك يبقى بتاعتك. ماشي يا سيدي نستنى. المهم يا فاروق، هتعوز مني ايه قصاد الخدمه دي؟ بقى ما هو انت مش طالب تقابلني كده جدعانه وعايز تخدمني بدون مقابل؟ قول يا فاروق، قول محتاج مني ايه. ياسين محتاج ياسين.